Pas mal de temps que nous sommes arrivés au Maroc. Nous sommes arrivés lundi. Donc le Maroc c'est super bien, super accueillant. Nous avons fait plusieurs restaurants très sympatoches. Et demain nous allons au Sofitel. Le Sofitel c'est nickel. بسم الله الرحيم بدر أكجود أقتنوا بمدينة مراكش. أولا تنشكر قناة كيوسك أنفو اللي هي مواكبة لجميع الأحداث بمدينة مراكش وتتقلب ديما على الجديد. ثانيا بالنسبة لمدينة مراكش الحمد لله بعد جائحة كورونا فهي شهدت انتعاش كبير خصوصا في القطاع السياحي اللي تيشغل واحد الفئة كبيرة. ثانيا تنطلب من جميع الإخوان أو جميع المواطنين المغاربة أنهم يلتحقوا بمدينة مراكش لأن فيها ميتشاف، فيها مآتر سياحية، فيها أماكن جذابة، فيها ميتشاف، فيها فوكلور، فيها تظاهرات فنية، لأنه إحنا حاليا المراكشيين في حاجة إلى سياحة داخلية. الحمد لله السياحة تاعت أوروبا أو سياحة أجنبية فهي الحمد لله راه باينة وملحوظة في مراكش، إلا أنه تطلب من جميع المغاربة أنهم يلتحقوا ويجوا يشوفوا مراكش. ومرحبا بكم في مراكش. ما ننساوش أن جائحة كورونا تعلمنا منها بزاف، وأكثر حاجة غادي نتعلموا منها هو أن نطلب من جميع الإخوان ولو أنه الحمد لله دوزنا الجائحة ودازت، إلا أن تنطلب من جميع الإخوان أنه اتخاذ الحيطة والحذر والتباعد ويتبعوا جميع التعليمات الصحية، لأنه لا ما كانش التعليمات راه ما غاش نقدروا نستمروا وغادي نعاودوا نرجعوا لنقطة الصفر. وتنطلب من الله العلي القادر أنه يرفع لنا هذا الوباء، خصوصا أنه تلاحظوا في حاليا وتيرة العدوى راه بدات ترتفع، بحال اليوم راه واصلة 930، فنطلب من الله يلطف ويرفع لنا هذا الوباء نهائيا. وتحية للجميع. Qu'on est arrivé à Marrakech et franchement c'est super, on a fait plein d'activités, le Covid nous a pas du tout freiné pour faire nos activités, donc voilà, c'est super, n'hésitez pas à venir à Marrakech. Assalamu alaikum wa rahmatullah, l'Ammar et Omar. C'est dire la Medina est mchoura dans le monde, mais c'est mchoura en Afrique, elle est mchoura sur le side العالمي. Et la Medina est سياحيه ومدينه جميله جدا. احنا اللي كان توقفت واحد شويه الحركه بمناسبه حول هذيك المرض ديال الكورونا، ولكن ولله الحمد المسائل رجعت، المياه رجعت الى مجاريها، والناس اللي مرحبا بهم اللي بغا يجي يزور المدينه راه كل شيء موجود، وراه مدينه سياحيه ومدينه قديمه جدا. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، المدينه رجعت المياه لمجاريها، رجعت الناس راه خرجت تتفجج، والناس راه تتوافد على المدينه من جميع الانحاء، والناس راه عاديه، الامور راه عاديه، المهم المسائل راه عاديه. اللي غادي نقول لكم هو خص الحيطه والحذر، ان المرض باقي ساري المفعول، الانسان خصو ياخذ الحيطه والحذر. هذا الشيء اللي غادي يكون، المرض راه باقي، ماشي مشى، راه باقي، ماشي عندنا حنا، راه في العالم كله هو.